بص معايا كده عندي يا باشمهندس، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض هاخد البي سي دي الاولانيه، ادخل بيها جوه برنامج الفلاش، اطلع بيها كده عندي سيبها. فبيقول لي انت عايز تجيبها فلاش لير، فلاش لير كده عندك. ادي فلاش لير، ليرات كده عندك. طيب انا عايز اعمل ايه بقى كده عندي؟ عايز اعمل كده عندي كده، ادي العربيه بتاعتي كويس، ولا هصغر ولا هكبر ولا هشتغل على وضعه كده على ابوه كده عندك. هعمل ايه؟ هي عندي في 30 في 6، او خليها 31 في 6، 15 في 6، 16 في 6، خليها عن 30 كده عندك. عن 30 يا سيدي، عن 30 لو سمحت، ريموف فريم، يبقى 1 15 16 30. طيب تعالى بقى كده عندي ايه، ده البادي، ده مين ده؟ ده البادي، البادي ده كده عندي مين؟ ده الباك، الباك ويل، باك ويل ده كده عندي الفرونت ويل، فرونت، فرونت ويل كويس، ده الباك ويل وده الفرونت ويل، ده الباك ويل وده الفرونت ويل كده عندهم. طب جميل، يلا بينا هنبتدي نشتغل، يلا يلا نبتدي نشتغل كده عندهم. البادي مش محتاج فيه كي فريمات، مش فارق، انا معايا كده عندي كريت كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين، وادي كريت كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين عندي من صفر او من سالب واحد، من سالب واحد، سالب واحد ل 180، ل 180 كده عند دوت، من سالب واحد ل 180، وبعد كده من 179 لصفر. تعالى كده بص على العجلة، جميلة كده عندك العجلة بتلف كده عندك. تعالى كده العجلة اللي ورا دي نفس الحكاية، من سالب واحد 180، بعد كده عندي من 179 صفر. العيال لفت، العيال لفت جميله كده عند دوت، هاخد كده عند دوت كوبي جمال كده عند دوت زي ما هم، كوبي فريم، ومن انسيرت نيو سيمبل موف كليب اولد كار، اولد كار كده عند دوت، واروح اعمل كده عندي ايه بيست فريم. العربيه بتاعتي تمام التمام، و10 على 10 تمام التمام، و10 على 10، واطلع بره كده ايه، واطلع بره خلاص كويس. اعمل لي بقى كده عندي ايه، فولدر سموه لي اولد كار، اولد، وبعد كده بسميها اولد كار، دخل كل ده فيه اولد كده عندي ايه، اولد كار، اولد كار. طيب جميل، لير جديده وامسح لي الكلام ده كله مش محتاجه. هات لي البي اس دي التاني، البي اس دي الثانيه، البي اس دي الثانيه ايه، بي اس دي 2، انزل لي بيها في الفلاش، اطلع بيها سيبها، عايزها فلاش لير قول اوكي، نازله فلاش لير هي كمان كده عند اهوت، نفس الحكايه في 30. ده كده عندي البادي اهو، البادي ادي البادي، ادي كده عندي الباك ويل، وادي الفرونت ويل. طيب تعالى كده عندي عند 15 اف 6، 16 اف 6، 30 اف 6، يلا بينا كريت كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين كويس. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتل، بصوا بقى مع بعض كده عندي يا استاذ، ادي كده عندي حته مين، حته العجل بتاعنا، طب عايزين نلف بقى العجل بتاعنا، يبقى هنا كده عندي سالب واحد 180،
ارقام ثابته على فكره، الارقام دي 179 طالما هتلف في الحاجة 360 درجه، وهنا سالب 1 180 179. باشمهندس بعد اذنك، قول لي. هو انا ممكن دلوقتي استخدم ال 3 دي في لف العجله؟ ينفع تلف بيه براحتك. ما احنا عملناه المره اللي فاتت، ما انا اه لفيت لف كنتاكي المره اللي 360 فاتت. درجه براحتك. عايز تعمل اه ده عايز تعمل ده براحتك، مش فارق معايا الحته دي. كويس، بس انا بكلمك انا، بص كل واحد واللي هو اتعود عليه يا كريم، كل واحد واللي هو اتعود عليه. انا دايما متعود عليها طول حياتي ان انا بعملها كده قبل ما يظهر ال 3 دي، قبل ما يظهر ال 3 دي، قبل ما يظهر ال 3 دي، فخلاص شغال بكده. وطالما مشياني مشياني، بس انا شرحت لك حته 3 دي، وريتها لك بتتلف في اللوجو، وريتها لك بتتلف في اللوجو كده عندي ازاي. كويس، تمام يا هندسة. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض، اطلع لي بقى كده عندي اهوت. خلاص كده عملنا كده عندي، اعمل لي بقى كده عندي انسرت نيو سيمبل نيو كار موفي كليب كده عند اهوت. معلش كده عندي، خد لي الفريمات دي الاول، كوبي 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 فريم، وادخل لي جوه كده عندي ايه النيو كار، واعمل لي كده عندي ايه جوه الموفي كليب ذات نفسه، واعمل لي بيست فريم بيست فريم بيست فريم كده. اطلع لي بره بره، اعمل لي لاير جديده، امسح لي كده عندي اللي تحت. يلا بينا، مسحنا اللي تحت. تعالى كده اعمل لي فولدر كده عندي، سميه نيو نيو. كويس، تعالى كده عندي ايه، ادي شيل كده، ادي التونات كده عندي اهوت، ادي في النيو، وادي النيو كار، وادي البي اس دي بتاعتها. كويس، وادي نيو ايه، نيو كار نيو كار نيو كار كده عندي اهوت. جميل كده معايا، وادي كده عندي حته مين، حته الاولد كار، ادي الاولد كار، ادي الاولد ايه، ادي الاولد كار، ادي الاولد كار، وادي النيو كار، ادي الاولد كار، وادي النيو كار. طب جميل، طب تعالى لي بقى كده مع بعض بقى كده عندي ايه. تعالى دلوقتي كده مع بعض، مثلا تعالى اعمل لي بقى كده عندي كده اهو، تفتح لي كده عندي هنا اهو، وتعالى اقول له كده مثلا كده عندي ايه، عايزين كده عندي صورة ستريت ستريت سايد فيو سايد فيو ستريت سايد فيو، صورة شارع كده عند اهو، جميلة كده عند حلوة يعني، تحفة دي يعني، جميلة كده عند. كويس، تعالى كده مع بعض كده عندي يا عم، انتوا هتدخلونا في الدنيا دي يعني. رايت كليك سيف ايمج اس. كويس، تعالى كده على الديسكتوب، على الديسكتوب تعالى اقول له كلمة سيف. جميل، حلو، طيب حلو. هات لي بقى الصورة بتاعت السايد فيو دي كده عندي اهي، انزل بقى جوه الفلاش، اطلع بيها كده عندي، سيبها. جميلة كده عندي اهي، جميلة كده. طيب حلو، خلي لي ابعتها كده عندي كام، ويتس 550 في 400، 550 550 اللي هي اللي هي مساحة الاستيج بتاعت حضرتك، او لو خليت الاستيج بتاعتك بقى، كبرت الاستيج بتاعتك، عايز تكبر الاستيج بتاعتك كبر الاستيج بتاعتك براحتك، مش فارق معايا. خلي الاستيج بتاعتك كده عندي اهو، اضغط كده عندي على الاستيج، خليه 800 في 600، 800 في 600، وتعالى لي كده عندي على الصورة، خليها كمان 800 في 600، وتعالى اقول لها 0 0 عشان تبتدي 0 0، عشان تلزق على الاستيج بتاعتي بالظبط. اهي لازقة على الاستيج بتاعتي بالظبط، لازقة على الاستيج بتاعتي بالظبط. ده كده عندي ايه الباك جراوند، باك جراوند باك جراوند كده، او بيجي بيجي ستريت بيجي باك جراوند. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، مش شايفه حاجه خالص، رستارت الجهاز عندي ده عندي. طب مش شايف حاجه خالص يا عاصم، مش شايف حاجه خالص، اطلع وادخل المحاضره مره تانية، ادخل وادخل، اطلع وادخل المحاضره مره تانية لو مش شايف حاجه خالص. طيب بص معايا بقى كده عندي يا ساتر، مد الزمن بتاعه، مد الزمن بتاعه نخليه مثلا عند 200 فريم، عند 200 فريم، عند 200 فريم اف 5. حلو، تعالى بقى هات لي من هنا، هات لي من هنا، فين الكار بتوعي اهم، ده كده عندي ايه فايل سيف
تشينج كار باي ماسك، تشينج كار باي ماسك، هتعجبكم ان شاء الله. طيب هات لي كده عندي ايه، هات لي كده عندي لير جديده، ادي الاولد كار، الاولد حلو. تعالى كده من اللايبرري كده عند اهوت، فين الاولد كار؟ ادي الاولد كار كده عند اهوت، هات لي الموفي كليب بتاعها، ادي الموفي كليب بتاعها، ادي الاولد كار، صغرها شويه صغرها شويه اهي، جميله كده عندي بالنسبه للشارع، بالنسبه للشارع كده جميله، بالنسبه للشارع حلوه، بالنسبه للشارع حلوة. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، اعمل لي لير جديده، اعمل لي لير جديده كده عند اهو، لير جديده، تعالى اقول لي كده عندي ايه، ادي نيو كار، النيو كار النيو كار كده عند اهو، يلا حلو، هات لي النيو كار، ادي النيو كار. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كده، بصوا يا ستي صغرها لي، ماشي هنقنبلها شوية كده، خليها ماشي مش كده يعني، يعني هو الويتس بتاع التانية دي كام؟ الويتس كام؟ 522، الويتس بتاع دي 522، 522 في 204، 204، وهنا هنخلي دي 522 في 204، جميل كده العربيتين فوق بعض، العربيتين فوق بعض، جميل كده معايا. طب حلو، العربي مش العربيات دي بي ان جي، ما هي بي ان جي اهيت، ما العربية بي ان جي، مع العربية بي ان جي الخلفية بتاعتي شفافة كده عندي، الخلفية بتاعتي شفافة كده عندي. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى كده مع بعض، هات لي كده عندي من هنا، من هنا كده عند اهو، واديني كده عندي كام، اف 6، اف 6، اف 6، وتعالى اعمل لي كده عندي كريت كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين، وتعالى لي في الاخر امسك الاثنين حركهم مع بعض ووديهم الجنب التاني، لازم الاثنين يتحركوا مع بعض، ماشيين فوق بعض اهم، ماشيين فوق بعض كده، والدنيا تمام التمام، والدنيا تمام التمام، مش شرط ما كل حاجه فلير اهي، ما كل حاجه فلير، ما انا عامل كل العربيه القديمه فلير والعربيه الجديده فلير، وعامل العربيه دي اصلا موفي كليب، العجل بتاعها جواها بيلف اهو، والتانيه العجل بتاعها جواها بيلف، والدنيا تمام التمام، لو شغلت كنترول انتر العربيتين ماشيين قدام بعض فوق بعض كده عندي بالظبط كده عند اهو اهو، ودنيتي تمام التمام، ودنيتي 10 على 10، ما عنديش اي مشكله. طيب انا عايز اعمل ايه بقى كده عندي، عايز اعمل كده عندي كتاب، بص يا سيدي هنعمل اتنين لير ماسك، اتنين لير ماسك، اتنين لير ماسك، فين اللير الاولانيه، ادي ماسك واحد او الاولد ماسك، الاولد ماسك، وادي الاولد ماسك فوق الاولد ماسك، وادي نيو ماسك، النيو ماسك في النيو ماسك، ادي الاولد ماسك، وادي النيو ايه، وادي النيو ماسك كده عندك. طيب حلو، اعمل لي بقى كده عندي ايه، اعمل لي ايه كده ايه حضرتك، في النيو ماسك، في النيو ماسك، ركز بقى في الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ايه بقى المهم كده عندي إيه؟ كويس، انا هعمل اتنين ماسك، تعالى لي هنا في ده، هات لي كده رسمه، ادي رسمه مربع ايا كان الرسمه، ادي المربع كده عند اهوت، الويتس بتاعه كده عندي كام؟ الويتس بتاعه 400 والهايت بتاعته 600، وادي صفر، وادي صفر الاكس والواي صفر، واخد نص الشاشه بالظبط كده عند اهوت اهو، الماسك بتاع العربيه الجديده واخد النص الشاشه البعيد، البعيد عنها. طب حلو، والماسك والعربيه القديمه ده اهي، انا هاخد نفس الماسك ده كوبي كنترول سي، اعمل له كنترول في اهو، او هلونه لك اخضر عشان يبقى مختلف، بس كل الحكايه ان انا هخليه كده عندي كام، هخليه في الواي
صفر، وهنا في الاكس عندي كام؟ 400، ياخد النص الشاشه التاني. ايه عارف تعمل لنا ماسك؟ مش فاهم، مش فاهم يعني ايه عارف تعمل لنا ماسك. واحدة واحدة. طيب واحدة 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 واحدة. طيب حلو، واحدة واحدة. بص ديليت وادي ديليت. لغاية دلوقتي أنا ما عملت العربيتين، ساعة ما عملت العربيتين وعملت الموفي كليبات بتاعتهم وحطيتهم وحركتهم في الجنب التاني، في مشكلة؟ في مشكلة كده عندي ولا لأ؟ ها؟ لغاية ما عملت كده عندي، يعني لغاية دلوقتي كده الدنيا تمام التمام. حلو. طيب هعمل ماسك على كل عربية، على العربية القديمة هعمل ماسك. تعالى كده مع بعض كده، عندي على العربية القديمة هعمل لير جديدة واسميها اولد ماسك، اولد ماسك. على العربية مين؟ على العربية القديمة كده عندي اهو. حلو. هعمل ايه؟ انا عايز اخد نص، اعمل مربع على نص الشاشة بالظبط. الشاشة دي بعدها 800 في 600، الشاشة دي بعدها 800 ويتس، الويتس بتاعها 800 في 600، يبقى النص بتاعها قد ايه؟ لما كده عندي الشاشه بتاعتي تبقى 800 في 600، ادي الشاشه اهو 800 في 600، لما اقسمها نصين يبقى النص ده هيبقى كام في كام؟ والنص ده هيبقى كام في كام؟ هيبقى 400 و400، والهايب بتاع المربعين 600، صح كده ولا لا؟ اهو اهو، يبقى 400 في 600، الويتس 400 والهايت 600. طب جميل. طب تعالى لي بقى كده عندي هنا فوق الاولد كار، هات لي يلا مربع اهو، ارسم لي مربع، وتعالى لي كده في الخصائص بتاعته، في الخصائص بتاعته مسكت كده عندي الخصائص بتاعته بس اهو، ادي الويتس بتاعه، الويتس بتاعه 400 والهايت بتاعه 600، 600 كده عندي اهو. انا عايز اظبطه بقى على نص الشاشه بالظبط. طيب امسكه وحطه بايدك، مانيوال بايدك، لو عرفت تحطه بايدك حطه. مانيوال خلاص، جه في نص الشاشه بالظبط. بس انا دايما بحب اشتغل بالارقام، بالارقام، انا بحب اشتغل بالارقام عشان يبقى الشغل بتاعي احترافي. بس اهو حركته بايدي، المهم ان انا جبته على نص الشاشه بالظبط كده. طيب هروح اعمل كمان واحد كمان فوق مين؟ فوق العربيه الجديده اهو. نيو ماسك، نيو ماسك فوق العربيه الجديده كده عندي اهو. هاخد دوت كوبي كنترول سي واعمله كنترول في اهو، غير لي لون احمر، بس حطه بقى في اللير بتاعت النيو ماسك اهو. كنترول، كنترول اكس، كنترول شيفت في، وانا واقف في النيو ماسك كنترول شيفت، وتعالى حطه عند بدايه التصميم، عند بدايه التصميم 00460 اهو. جميل جميل. ادي كده عندي 400 600، وادي كده عندي كام؟ 400 600، والدنيا تمام تمام كده. طب اعمل ايه بعد كده؟ تعال لي على النيو كارد اهو، تعمل لي ماسك، هتسحب النيو كارد تحتيه، وتعالى في الاولد كارد اهو تعمل لي ماسك. شغل وهشرح لكم ايه اللي حصل. طبعا المفروض تتم بسرعه كده، عشان تبقى حلوة لازم تتم بسرعة كده. كويس؟ يبقى بصوا العربية تحول لعربية تانية، العربية تحول لعربية تانية. يبقى ده ماسك كده عندي اهو، ده ماسك، ده من استخدامات الماسك. ده من استخدامات الماسك، ده من استخدامات الماسك كده عندي. طبعا بقى أنا مش هبين الخط ده، يعني أنا الخط ده مش هبينه. مع العربية وهي بتتحرك بسرعة، لو انا عامل، لو انا مخلي الخلفيه دي تتحرك. طب بص اقول لكم حاجه، تعال نطور الموضوع اكتر، تعال ندور الموضوع. بصوا يا سيدي، تعال دلوقتي اتوركم الموضوع اكتر، اخلي لكم الدنيا احلى، اخلي لكم الدنيا احلى. كويس. ده مشهد ثابت، فانا عايز اعمل مشهد متحرك، عايز اعمل مشهد متحرك، عايز اعمل مشهد متحرك. الباك جراوند بتاعتي، انسى اللي فوق ده كله، اطفي اللي فوق ده كله خلاص، هات الباك جراوند، ادي الباك جراوند بتاعتي. كويس. خد منها كنترول سي واعمل لها كنترول في اهي، واعمل لها كده عندي ايه؟ من موديفاي عندي عندي ترانسفورم
فليب هوريزونتال كده اهو. تعالى اوديها كده، بص بقى مع بعض كده عندي يا ساتر. ايه اللي انا عملته ده؟ انا عملت خلفيه كده عندي اهيت، خلفيه هتعرفوا دلوقتي ايه دي، حاجه اسمها خلفيه، حاجه اسمها بدايه ونهايه. كويس، بص بس اصبروا بس معايا كده عندي يا ساتر. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. هات لي كده عندي الخلفيه بتاعتي دي، الخلفيه بتاعتي دي كده عند دوت. تعالى لي كده عندي هنا، هنا كده عند دوت عندي 70 هنا اهو، واعمل لها كده عندي ايه، عندي خليها مثلا عندي 100، عندي 100 تبقى كويس، عندي 100 كده عند دوت، واديني كده عندي في 6، ادي في 6 كده عند دوت، واديني كده عند رايت كليك كده عندي، وكريت كده عندي كريت كلاسيك توين، وتعالى كده عندي طلع لي الكلام ده بره كده اهو، وديني كده عندي الكلام ده كده عندي هنا اهو، هنا بس كده عند دوت اهي، الصورة طلعت والتانية دخلت مكان. طيب جميل، اعمل ايه بقى كده عندي، اعمل ايه بقى كده عندي يا باشمهندسين؟ ادي كده عندي ريموف فريم، تعالى بقى خد لي الكلام ده كله، خد لي الكلام بتاع الباك جراوند ده، الحركه بتاعت الباك جراوند ده، كوبي كوبي فريم، واعمل لي انسيرت نيو سيمبل موفي كليب، تعالى اعمل لي موفي كليب سميه كده عندي بي جي باك جراوند، واعمل لي كده عندي بيست فريم، بيست فريم بيست فريم كده. طب جميل، اطلع لي بره، امسح لي اللاير بتاعت الباك جراوند، اعمل لي لاير جديد. كويس، ادي لاير جديده كده عند دوت. طيب تعالى لي بقى كده هات لي الموفي كليب بتاع الباك جراوند، بتاع الباك جراوند كده عند دوت، ادي الباك جراوند، وتعالى كده عند حطه كده عند دوت، ادي الموفي كليب بتاع مين، بتاع الباك جراوند كده عند دوت. تعالى شغل، انا عارف ان الموضوع هيتلخبط معاكم شويه، بس هشرحه، هشرح ايه اللي حصل. تعالى اديني كنترول انتر، ايوه وصلت، عملت حركه كده عندهم، عملت حركه، عملت حركه كده عندهم، حركت الخلفيه، خليت المشهد متحرك، بدل ما كان المشهد ثابت خليت المشهد متحرك. لو انا كده عندي زودت الزمن بتاعي خليته 200، دخلت جوه الموفي كليب ده خليته 200، هيبقى افضل من كده. عندي 200 كده عند دوت، خلي عندي 200، تعالى كده عندي 200، اطلع لي بره، اديني كنترول انتر، خليت المشهد متحرك، خليت المشهد متحرك، يدي لك كده عندي ايه، يدي لك كده عندي حركه كده عندي. الصورتين ما اندمجوش ولا حاجه، الصورتين كملوا بعض، انا كملت الصورتين مع بعض، انا كملت الصورتين مع بعض، انا كملت الصورتين مع بعض، الصورتين ما اندمجوش، عكستهم، خليت عملت للصوره الثانيه عكس انعكاس كده عند دوت. لكن ده لسه احنا ما خدناش كده عندي ازاي ان احنا نعمل خلفيه مستمره، لسه ما خدناش ان احنا نعمل خلفيه مستمره، لسه ما خدناش ان احنا نعمل خلفيه مستمره لسه، بس انا كده بس ظبطت لك الدنيا كده عند دوت. فكده 10 على 10 كده عندي 10 على 10، ده مثال للماسك، ده مثال جميل للماسك كده دوت. تعالى كده مع بعض اعمل لي بقى كده عندي ايه، اعمل لي بقى كده عندي تشينج يور ايه، يور نيو كار كده دوت، او تعالى كده مع بعض هقول لك حاجه، هنعمله اعمل لكم حركه افضل منها، ما احنا عايزين بقى شغل احترافي كده عندي، عايزين شغل احترافي، عايزين شغل احترافي. طب تعالى كده مع بعض كده عندي ايه، بص مع بعض كده عندي يا ساتر، بص مع بعض كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض لير جديده تكست، بص مع بعض كده عندي يا ساتر تكست كده عند دوت، تعالى اقول له كده عندي ايه، تعالى اقول له كده عندي change your اولد كار كده عند دوت، change your old car، change your old ايه، your old car. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كالتالي كده عند دوت، بص مع بعض كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض هات لنا كده عندي change your old car، جميله، هات لنا كده عند دوت، عايزين نغير كده عندي،
حاجة متدلعة ماشي. change your old car. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض اديني كده عندي من هنا كبر الحتة دي. بص بقى مع بعض كده عندي ازاي الحتة دي عايزة تركيز شوية، عايز تركيز شوية، عايز تركيز شوية. انا بوريك بصوا اكتر من حاجة كده عندك، اكتر من حاجة والدنيا تمام التمام كده عندك. بصوا مع بعض ده تيكست كده عندك حلو. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، عايزين نجيبه مثلا كده عندي ايه، قلم حبر، صورة قلم انك صور كويس. تعالى دلوقتي كده مع بعض عايزين ده حلو ده حلو. بصوا مع بعض كده عند سيف ايمج اس، امورنا طيبة امورنا طيبة. ويب ماشي ويب ويب. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ثانية واحدة الصورة تتحفظ بس. حافظ كده عندي ايه، تعال نفتح كده عندي ايه، نفتح كده عندي البينت هات دي، انزل جوه البينت اطلع فوق سيبها فايل سيف سيف كده عند اهوت اديني كده عندي جي بي جي سيف اوكي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي هات لنا الصورة كده عندي بتاعت القلم دي، انزل بيها في الفوتوشوب اطلع بيها فوق. طيب عايزين نعمل كده عندي ايه، عايزين نعمل كروب، مش محتاجين اي زيادات من هنا، دي لا دي ولا ده ولا ده كويس، ولا ده كده عند اهوت ولا ده كويس. تعالى كده مع بعض كده عندي اديني كده عندي كروب، تعالى كده مع بعض دبل كليك اوكي. عايزين نعمل سيلكت كده عندي على ايه، على القلم كنترول دي اعمل لي سيلكت على الابيض، خلي لي كده التولرانس كده عندي 20 كنترول دي اهوت حلو جميل كده عند اهوت. تعالى اعمل لي ديليت كنترول دي يلا بينا زوم لي هات لي كده عندي اللاسو او هات لي كده عندي البين تول خلاص يلا بينا. تعالى دلوقتي كده مع بعض يعني كنترول انتر، تعالى اقول له كده عندي ديليت كنترول دي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض فايل سيف از بن احفظها لي كده عندي بي ان جي سيف اوكي. تعالى دلوقتي كده مع بعض اقفل لي نو ادي البن بتاعنا كده عند اهوت خلاص، يبقى لا ده محتاج له ولا دي محتاج لها خلاص، ولا ده محتاج له ولا دي محتاج لها. هات لي بس كده القلم ده انزل بيه في الفلاش افتح لي بس اللايبرري بتاعته. طيب بص يا سيدي ادي فولدر، شوف انا مرتب بيجي ماشي حط كده عندي، وادي التوين بتاع الباك جراوند، وادي التوين بتاع الباك جراوند، وادي كده عندي اهو ادي بي جي. طيب هات لي القلم، ادي القلم بتاعنا انزل بيه اطلع بيه سيبه كويس. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي
تعالى دلوقتي كده مع بعض عندك كده كويس. انا عايز اعمل ايه بقى كده عندي؟ ركز معايا في الحته دي بالله عليك، لان الكلام ده انا دخلت لك اكتر من مثال في بعض، اكتر من مثال في بعض، اكتر من مثال في بعض، وهعيد الكلام ده بكره مره تانيه، هعيد الكلام ده كله بكره مره تانيه، هعيد الكلام ده كله بكره مره تانيه، لان انا عارف الناس هتبتدي تتوه، لان انا بدات ان انا ادخل في حياه فيها شغل عالي، فيها شغل عالي، فيها شغل عالي كده عندهم. طيب بصوا يا سادة، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض هنعمل كده عندي كده. هو العربيات كده عندي فين؟ طيب عايزين التكست كده عند دوت يمكن. حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، هات لي بقى كده عندي القلم، ادي البنت، البين، وادي البين بتاعي، نزل لي البين بتاعي كده عنده، طبعا كبير على الاخر، صغره، خليه كده عندي كام، 150. جميل، تعالى دلوقتي كده مع بعض، حلو، جميل كده عنده، كبره شويه، هنا كنترول زد، كبرنا، جميل. طب حلو، لا خليه كده عندي صغير زي ما كان. طب جميل، بص يا استاذ كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، ادي القلم بتاعنا، ادي القلم بتاعنا، جميل كده عندي. طب حلو، تعالى اعمل لي بقى كده عندي ايه، تعالى فوق القلم ده اعمل لي لير تانية جايد، هات لي يلا البنسل بتاعنا، يلا بينا، وانا كده في الجايد كده عند اهوت، يلا بينا. طب حلو، ادي الجايد بتاعنا، ادي الجايد بتاعنا، تعالى كده اقول له انت كده عندي ايه، انت باص كده عند اهوت، انت جايد، انت جايد، حلو، هات لي القلم حطه تحتي، جميل، اعمل لي كده عندي كلاسيك توين، حط لي في الاخر كده عندي كي فريم، التحويل بيتم كده عندي منين؟ التحويل بيتم من اول، يبقى لي كده الحركة بتاعت مين؟ بتاعت القلم من عند كام؟ من عند 61، عند 61. بص مع بعض لغاية كام؟ لغاية عندي 140، لغاية 140، لغاية 140 كده عندي، كريت كده عندي ايه؟ انسرت كي فريم، تعالى اقول له كده عندي كريت كلاسيك توين، تعالى كده عندي هنا، من هنا امسك لي الانكر بوينت بتاعت القلم حطها هنا، تعالى في الاخر امسك لي الانكر بوينت بتاعت القلم حطها هنا، في الاول امسك لي القلم حطه فين؟ في بداية الخط، في الاخر امسك لي القلم في نهاية الخط، وبعد كده اعمل لي كلاسيك توين، اعمل لي بقى كده عندي هنا F6، كريت كلاسيك توين، طلع جميل كويس. طيب وتعالى لي بقى كده مع بعض بقى كده عندي، وتعالى لي فوق التكست الجميل بتاعك ده كويس، اعمل لي كده عندي ايه، اعمل لي لير تانية، لير ماسك، انا عايزكم تقعدوا النهارده اللي انا عملته خطوه خطوه فيه بالفيديو واحده واحده عليه، تعالى كده مع بعض من هنا في 6، هات لي مستطيل، ادي مستطيل كده عندك، ادي مستطيل، ادي مستطيل، مش محتاجين الاستروك بتاعه ولا لي اي 30000 رسمه، مش محتاجين الاستروك بتاعه،
تعالى كده عندي هنا، ادي المستطيل بتاعنا بره كده عندي، بره الكتابه بتاعتي. بره الكتابة، بره الكتابة. تعالى لي في الآخر هنا، ألف ستة المستطيل، اعمل لي كده عندي كريت كلاسيك توين المستطيل، خليه يغطي الكتاب. يظهر لي بس القلم، تعالى كده من اول هنا، تعالى كده مع بعض هنا، تمام اف 6، تعالى كده عندي هنا اف 6، رجع لي المستطيل سنه. في ستة رجع لي المستطيل سنة، في ستة طلع لي المستطيل يلمس القلم. في ستة رجعه لي كده عندي هنا. كده مع بعض في ستة، في ستة حرك المستطيل كده ويلمس القلم. الخطوات دي على الماسك كلها يا حياة، الخطوات دي على اللير بتاعت الماسك اهي، وفي ستة. تعالى دلوقتي كده مع بعض ستة، تعالوا بقى بصوا لي كده مع بعض واعمل لي احلى ماسك. شغل بقى اللي انتوا ما انتوش شايفينه، اللي انا قاعد احكي فيه من ساعتها وانتوا ما انتوش شايفينه. بس انا عندي التكست، التكست هنا مش محتاج كل ده، مش محتاج نقول هنا التكست مش محتاج. بصوا شغل، change your color، بحس ان القلم هو اللي بيكتب كده عندك اهو. بصوا كويس، change your car، change your car. فلا لسه في كتير، انا عشان كده بقول لكم كده واحده واحده، لازم كنتوا تتمكنوا الاول من الحركات التانيه. على فكره هي كل اللي انا عامله موفي كليب على كلاسيك توين على ماسك، بس النهارده على ماسك، النهارده على ماسك النهارده اهي. تشينج يور كار، تشينج يور كار، مش صعبه، مش صعبه. بص يا اساتذه، الفيديو هيقفل، الفيديو هيقفل، لو قفل هفتح 10 دقايق اتكلم معاكم، بس 10 دقايق نتكلم مع بعضنا وبعد كده نخلص. كويس، مش صعبه يا اساتذه، الكلام ده مش صعب. طيب عشان تعمل الكلام ده لازم تفهم درس الماسك النهارده كويس، ولازم تفهم كده عندي الحركات بتاعتك كويس عشان تبتدي تعرف تطبقها. طيب استاذنكم في حاجه، هقفل المحاضره ونشتغل على طول. اقفل المحاضره وادي 10 دقايق كده عندي على طول، اجمع لكم الدنيا ايه اللي حصل بالظبط كده عندي يا اساتذه. 10 دقايق بالظبط اجمع لكم ايه اللي حصل كده عندي. بصوا يا اساتذه كده عندي، بصوا عندي يا باشمهندسين، تعالى دلوقتي كده مع بعض عشان نشوف الملف ده. انتوا لو تلاحظوا، لو تلاحظوا بدأت الليارات تبقى كتيرة، بدأت الليارات تبقى كتيرة، بدأت الليارات تبقى كتيرة كده عندي اهو، اللير بدأت تبقى كتيرة، اللير بدأت تبقى كتيرة كده عندي كويس. طيب حلو، فلازم ان انت تسمي كل حاجة في لير.
لازم ان انا اسمي كل حاجه فلير، لازم اسمي كل حاجه فلير. طيب ايه اللي حصل كده عندي؟ انا عندي اللي تحت ده، ده الباك جراوند. الباك جراوند، الباك جراوند ده عباره عن ايه؟ عباره عن موفي كليب، صوره طلعت وصوره دخلت مكان. لو فتحته هو عباره عن صورتين، ادي صوره وادي التانية، واحده طلعت والتانية دخلت مكان. ادي صورتين، ادي صورتين كده اهو، صوره والتانية دخلت مكان، يا صوره والتانية دخلت مكان. اهوت كده عندي. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى، كده عندي ايه؟ الاولد كار والنيو كار عرفناه، ده موفي كليب، ده موفي كليب كده عندي اهوت. فين الموفي كليب؟ الموفي كليبات بتاعتي، ادي الموفي كليبات بتاعتي اهي. طيب العربيه، العربيتين المفروض ان هما بيبقوا ماشيين مع بعض، العربيتين ماشيين مع بعض. طيب هو ليه يا باشمهندس لما بنعرض بنلاقي العربيه الخضراء بس، العربيه القديمه هي اللي باينه والعربيه الحمراء مختفيه؟ لان العربيه الحمراء الماسك بتاعها مين؟ الاحمر. العربيه الحمراء الماسك بتاعها الاحمر، الجزء الاحمر ده الماسك بتاعها، الجزء الاحمر الماسك بتاعها الجزء مين؟ الجزء الاحمر كده عندي. طيب حلو، فمعنى كده طول ما العربيه الحمراء مش لامسه الجزء الاحمر ده فهي مختفيه. ما هو ادي الجزء، ادي نيو ماسك الجزء الاحمر، هي مختفيه كده عندي. يعني كل ده، هي كل الجزء اللي هي ماشيه فيه ده مختفيه، مختفيه. في حين ان العربيه القديمه الماسك بتاعها مين؟ الماسك بتاعها الاخضر اهو، فهي تحتيه دلوقتي. فالعربيه، العربيه القديمه هي اللي باينه لانها داخله تحت الماسك بتاعها. حلو، يوصلوا عند نص، نص الشاشه كده عندي اهو. ايه اللي يحصل بقى كده عندي؟ اللي يحصل عندي ساعتها العربيه القديمه بتطلع بره الشاشه بتاعتها، بره، بره الجزء الاخضر بتاعها. العربيه القديمه بتطلع، يعني كده العربيه القديمه بتختفي، في حين ان العربيه الحمراء بتدخل جوه الماسك بتاعها، يعني بتظهر. والاثنين نفس الحجم، والاثنين نفس التوقيت، والاثنين ماشيين مع بعض بالظبط، فانت بتشوف ان واحده بتتبدل لواحده، واحده بتتودل لواحده، واحده بتتودل لواحده. اهي في الوقت، في اللحظه ده اهي، العربيه القديمه طالعه بره الماسك بتاعها خلاص، اختفت كلها، والعربيه الجديده دخلت جوه الماسك بتاعها فظهرت، ظهرت كلها. طيب يبقى ده الشق بتاع مين؟ بتاع العربيتين كده عند اهو. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى، كده عندي ايه؟ تعالى لي بقى الكتابه، الكتابه كده عندي، انسى حركه القلم خالص. انا الكتابه كده عندي اهيت، كتابه وعليها ماسك بره كده عند اهوت، كلمه كاتب كلمه تشينج يور كار، وعليها ماسك اهوت بيتحرك قبلها، بيدخل عليها طول ما كان، طول ما كان الماسك براها فالكتابه مش ظاهره، الماسك بيدخل الكتابه بتشتغل، الكتابه بتظهر، الكتابه بتظهر. طيب بص اقول لك حاجه، تعالى الغي لك اللايرين دول، لغيت لك اللاير دي ولغيت لك اللاير دي بتاعت القلم، اعمل لي كنترول انتر، هتحس ان الكتابه بتظهر عادي، بتتكتب، الكتابه بتتكتب عادي، بس مع حركه القلم بقى كده عندي هي اللي خلت لك بقى توحي ان القلم القلم ماشي مع الماسك، فيحسسك ان هو اللي بيكتب الكتابه. يعني ده ماسك عادي، لو انا عملته لك كان مستطيل دخل على الكتابه، مستطيل دخل على الكتابه. كويس؟ ادي مستطيل دخل على الكتابه، مستطيل دخل على الكتابه كده بيظهرها حته حته. بس مع حركة، الحركة بقى بتاعت مين؟ الحركة كده عندي بتاعت القلم، القلم كده عندي اللي على مسار، كويس أهي، حركة القلم اللي على مسار كده عندي أهي. معلش دخل بقى كده عندي إيه؟ القلم دخله جوه المسار بتاعه. اشتغل. بصوا تحس ان القلم، بصوا انا ظبطت ايه؟ لو تلاحظ انا ظبطت بوز القلم، بوز القلم ظبطته دايما على بدايه الماسك، فتحس ان هو كانه بيكتب بجد. لما تيجي تشغل بصوا معايا، فتحس ان هو بيكتب بجد. بس فالدنيا بتاعتنا جميله كده عندك. فده كده عندي درس الماسك النهارده، درس الماسك النهاردة. انا عارف ده لسه الماسك لسه كتير، ده لسه خدعه كتيره، ده تلات ارباع شغل، شغل الانيميشن ماسك، تلات ارباعه ماسك، تلات ارباعه ماسك.
حاجات تظهر وحاجات تختفي. اللي يظهر واللي يختفي ده كله ماسك 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 ماسك، مع كلاسيك توين، مع شيب توين، مع موشن توين، واعجن كله في بعضه وطلع الشغل بتاعك كده عندي في الاخر. وصلت؟ فهمناها كده عندي يا اساتذه؟ ها؟ طيب اللي عليكم كده عندي ايه؟ اللي عليكم كده عندي كالتالي. ملف دلوقتي نشوف ايه مشكلته، ابعتي لي ملف ونشوفه ايه مشكلته يا صاحبي. بص يا اساتذه، انا مش عايز الناس تيأس، اول حاجه عشان نبتدي نتكلم مع بعض، مش عايز الناس تيأس. ومش عايز الناس تحس ان الموضوع صعب، الموضوع مش صعب، لو صعب كنت قلت لك صعب. لان انا كان معايا ناس يعني قدراتها مفيش. 10 ايام، اول 10 ايام في الفلاش كانوا ضايعين. ال10 ايام التانيين اتحولوا تماما من بعد المصر. اتحولوا تماما، اتحولوا تماما. بعد ما عملوا لي بروجكت صغير، لازم يعملوا بروجكت صغير. يعملوا بروجكت صغير، يعملوا بروجكت صغير. لسه لما اخلص هخليكم تعملوا بروجكت صغير عشان تعرفوا تعملوا البروجكتات الكبيرة. اهي. فالدنيا تتظبط معاك. طيب اسراء صالح كده عندي بتقول لك انا مش فاهمه حاجه لاني ما سمعتش ولا محاضره. ادخلي يا اسراء على القناه، اشتركي فيها كويس، وابتدي ان انت اسمعي درس الدرس. انا اي حاجه بنزلها على القناه، اي حاجه بشرحها بنزلها على القناه. وهنقوله كده بسم الله الرحمن الرحيم، المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه، المحاضره الرابعه، واكتبي ورايا ونفذي ورايا، الدنيا هتبقى معاكي كويسه. وصلت كده يا باشمهندسين؟ فده الدنيا كده عندي ايه؟ بعت الملف على التليجرام. طب ثانية واحدة كده عندي يا أستاذ. ده ايوه، الملف بتاعي كده عندي. المفروض ان انا عامله زي حضرتك في كل لا حاجه، بس لا مش عاملة زي في كل حاجة، اصبري بس ثانية واحدة بس عن نفسك، ثانية واحدة. بص مع بعض كده عندي. تعالي دلوقتي كده مع بعض حركات السلم. النجمة دي، النجمة دي إيه اللي بيوديها هنا؟ النجمة دي هتبقى أهو، تبقى هنا. أهي. النجمة دي هتبقى هنا كده عندي. كويس، والنجمة التانية دي هتبقى فين؟ هتبقى هنا. والنجمة التالتة دي هتبقى فين؟ هتبقى هنا. النجمة الرابعة دي هتبقى فين؟ هتبقى هنا. ايه اللي بيوصل النجوم لغاية الآخر كلهم؟ النجمة الخامسة دي هتبقى فين؟ هتبقى هنا كده عند اهوت. النجمة الستة دي هتبقى فين؟ هنا. السبعة دي هتبقى فين كده عند أول تظبيط أزمنة؟ ما هو ده لازم تتعلمه، تظبيط الأزمنة. أدي السبعة كده عند أهي. تمنى هتبقى فين؟ هتبقى هنا. التسعة هتبقى فين؟ هتبقى هنا. وصلت؟ وصلت كده معايا؟ يبقى انا دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ او دي كده عندي اهي، اظبطهم بقى كده عندي على الاخيره دي. دي كده عندي اهي. ماشي، معقول كده عندي. وصلت كده مع بعض كده عندي يا اساتذه؟ اهي، ممكن كان عندك حضرتك مشكله. تشغلها كده؟ انت كان عندك مشكله في الازمنه كده عندك، انت كنت مخليها للاخيره دي توصل لغايه الاخر هنا. ايه اللي يوصل الاخيره دي للاخر هنا؟ يعني أنا ما غيرتش النهايات، ما غيرتش ايوه، ما الحركة في ايوه، النهايات. لا لازم تغير النهايه. ايوه لازم النهايه كده عندي، كل واحده نهايتها فين كده عندي. يعني دي الثانيه النجمه دي. بصي بص، اطفي دول كلهم. تعالي كده على اول نجمه، اول نجمه هتوصل من اول لغايه اخر المسار. حلو حلو. النجمه الثانيه بقى كده عندي، لما تيجي توصل للنهايه ما تجيش بقى فوق دي، تيجي تقف قبلها. وصلت؟ النجمه الثالثه تقف قبلها برضو، النجمه الرابعه تقف قبلها كده، يعني الرابعه دي كده عندها ايه؟ تروح واقفه قبلها. كويس؟ وهكذا. النجمه الخامسه تقف قبلها السته. كويس؟ تقف قبلها السبعه، تقف قبلها الثامنه، تقف قبلها وهكذا. اهو، يبقى انا اهو.
كله ماشي ورا بعضه كده. وصلت؟ وممكن حضرتك تحفظه وتبعتهولي. طيب فايل سيف. حاضر وهبعته لك. حاضر. طيب في حاجة تانية كده عندي يا أساتذة؟ ها ها في كده عندي حاجة تانية؟ طيب كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله، لسه في أمثلة كتيرة بكرة الماسك كويس، عشان نبتدي نخلص كده عندي حركات الماسك كده عندي والدنيا دي كلها. هنطور بقى الحركات بكرة، هنبتدي نطور الحركات بالماسك، نطور الحركات بالماسك، نطور الحركات بالماسك كده عندي. طيب اشوفكم بكرة إن شاء الله مع تكملة المحاضرة بتاعتنا. يلا هقول لكم في أمان الله، السلام عليكم، مع السلامة يا باشمهندسين. عليكم السلام.